بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا شباب. طبعا في ناس كتير بتسألني عن كيفية تحميل الاختبار التجريبي، ان انا احمل الاختبار التجريبي يكون عندي على الكمبيوتر عشان ابدأ اتدرب عليه بالشكل بشرحه في او احمل البرنامج التجريبي للتعاون. وده طبعا بيبقى برنامج عبارة عن نموذجين، النموذج بيشمل 36 سؤال. طيب عشان أبدأ أحمل البرنامج عندي على الكمبيوتر، أي فيديو من الفيديوهات الموجودين على القناة سواء كان خاص بالتعاون النموذج الأول أو الثاني، أو خاص بأمن المعلومات، أو خاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، طبعا تكنولوجيا المعلومات في التعليم او الاي سي تي، ده طبعا كل الفيديوهات دي موجود تحتها الرابط اللي انا ممكن احمل من خلاله البرنامج. فانا لو جيت هنا كده وحملت، ضغطت على الرابط الموجود اسفل الفيديو، هيبدأ يدخلني على صفحة التحميل مباشرة. هضغط على داونلود، هيبدأ يتحمل عندي على الكمبيوتر. ببدأ البرنامج يتحمل وببدأ أتابع طبعا التحميل من أعلى الشاشة، وبعد كده ببدأ أشوف البرنامج بيظهر عندي في ملف الداونلود. ظهر البرنامج هنا يا جماعة على أنه ملف مضغوط، فأنا هبدأ أفك الضغط، بضغط يمين طبعا وبعدين أقول له اكستراكت. ممكن أقول له اكستراكت هير، فبيبدأ عملية فك الضغط. بعد الانتهاء من فك الضغط بيظهر الملف بامتداد EXE، ببدأ أضغط عليه دبل كليك، بفتح البرنامج. بيبدأ يطلب مني كلمة المرور، ودي طبعا كلمة المرور اللي بحصل عليها عند التواصل مع الرقم الموجود في البرنامج، وده طبعا الرقم الشخصي أو الخاص بيا. ببدأ نتواصل، تبدأ تحول المبلغ المطلوب، هو 30 جنيه لكل برنامج. وطبعا في برامج زي التعاون موجود فيه 2 نموذج، في عندنا طبعا أمن المعلومات موجود 5 نماذج، في الاي سي تي او اللي هو تكنولوجيا المعلومات موجود فيه 3 نماذج، وكل نموذج 50 سؤال. طيب طبعا ببدأ اتواصل معاك عن طريق الواتس، وبيكون الدفع عن طريق اورنج ماني او عن طريق فودافون كاش. هنبدأ نكتب كلمة المرور، وطبعا المبلغ المطلوب يا جماعة بالنسبة للبرمجة وبالنسبة للمجهود اللي أخده عمل البرنامج فهذا قليل جدا طبعا، وبيساعدك على التدريب على حل الأسئلة بشكل عملي. هنكتب كلمة المرور، هيبدأ البرنامج يفتح معانا. هنبدأ نضغط على النموذج التجريبي الأول أو النموذج التجريبي الثاني، وأبدأ أتدرب على الأسئلة زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقة أو الفيديوهات اللي موجودة في أعلى كل رابط. وكده بقى خلصنا النهاردة عن كيفية تشغيل البرنامج التجريبي. طبعا لما بشغل أو أضغط على النموذج التجريبي الأول بنتظر قليلا، فبيظهر، لو مظهرش قدامي على الشاشة بيظهر في شريط المهام أسفل الشاشة. وطبعا بيتفتح عندي فيديو على اليوتيوب بيشرح لي النموذج وبيشرح لي حل الأسئلة. كده بخلصنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.